السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت عايز تشوف المشهد بتاعك من اي زاوية من الزوايا، فبكل بساطة بتدوس كنترول شيفت و رايت كليك، تبدأ تطلع لك القائمة ديت. فمن خلال القائمة دي ممكن تشوف من الرايت ايزومتريك بالشكل دوت. ممكن تقول لا ده انا عايز اشوف كنترول شيفت رايت كليك، عايز اشوفها من الجهة الاخرى بالشكل دوت اهو. وهتلاقي هنا برضو لو انت عايز تشوف الشادو بالشكل دوت، ولو حبينا ان احنا نيجي هنا بنلاقي ان احنا ممكن نشوف الجريد او مشوفوش. كل العناصر اللي هنا ممكن لو في خلفيه تبدا تظهرها او متظهرهاش. لو في دايمنشن برضو تقدر تتحكم فيه، تكست، اللاين ويت، اللاين ستايل، كل الحاجات دي تقدر تتحكم في ان انت تظهرها وتخفيها زي ما انت عايز. تقدر تتحكم في الشاشة تبقى أغمق أو أفتح من هنا، وممكن تغير الديسبلاي ستايل مرة واحدة، مثلا تقول له أنا عايزها كأنها ميكانيكال فتغير بالشكل دوت. طب أنا عايزها بالشكل ده. في إعدادات جاهزة كتير تقدر تصور منها الحاجة اللي مناسبة ليك. وكل واحد فيهم الفرق بينهم الإعدادات اللي موجودة هنا بالشكل دوت، تقدر تدخل فيها وتعدل فيها زي ما انت عايز. يعني ممكن الريندر مود تغير تخليه وير فريم او فيجوال ايدج او فيلد فيزابل وهكذا. ولو جينا هنا ديسبلاي ستايل، ممكن تقول له انا عايز اخليها مثلا مودرن بالشكل دوت، فتتغير كلها مره واحده. ولو جينا هنا ودوسنا هتلاقي هنا توب فيو، فرونت فيو، رايت فيو، تقدر تختار الايزومتريك بتاعك زي ما انت عايز من هنا. وممكن تستخدم اليد في ان انت تتغير او تعمل تغيير للمكان اللي انت هتركز عليه في الشغل بتاعك. طيب كنترول شيفت رايت كليك واقول له انا عايز اشوفها من هنا ايزومتريك. وممكن هنا تشوف الفيو بروبرتيز زي ما انت عايز.